وننتقل لنتحدث أكثر في الشأن العالمي، وتنضم إلينا من دبي نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نادية معنا. يعني الأسواق العالمية تغيب اليوم في إجازة عيد الشكر، وكما نعلم بأن الاستهلاك من قبل الأمريكيين يمثل ثلث الاقتصاد الأمريكي، برأيك اليوم إلى أي مدى ثقة المستهلكين في دعم الاقتصاد، وخاصة أيضا من بعد ما شهدنا تباطؤ في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، هل سنشهد إقبال كبير أيضا على قطاع التجزئة خلال هذه الإجازات؟ اهلا وسهلا سالي ورندا. يعني نبتدي بثقة المستهلك اللي هو اوريدي شهد انخفاض هذا الشهر يعني الشهر الماضي، ومعدلات التضخم للسنة المقبلة ايضا ارتفعت حسب تقارير يوم امس، ويعني يعتقد المستثمرون ان سيظل التضخم عند نطاق 3.2% لمدة 5 سنين، وهذا الشيء يؤثر على نفسية طبعا المستهلك والكونسيومر سنتمنت بشكل عام. لذلك يعني ممكن ان نشهد ارتفاع طفيف في يعني قوة المستهلك، قوة شراء المستهلك، ولكن سيكون محدود جدا طبعا بالوضع الحالي الذي رأيناه الآن. طيب النادية، يعني كنا نتحدث في على أسعار النفط اليوم، ولكن لدينا سواء خبر تأجيل اجتماع أوبيك بلس، وفي المقابل استمرار ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية. إلى أي مدى العاملين يعني لا يزال قد يكون هناك تأثر أكبر واضح معنا لغاية يعني ترقبنا للاجتماع الذي تم تأجيله؟ صحيح، تغيير او تاجيل اجتماع اوبك بلس ميتنج اعطى يعني اثار قلق في الاسواق، لان الان المستثمرين يعتقدون ان ممكن يكون في تخفيض اقل من المتوقع نسبيا، و يعني مش اكبر يعني التوقعات لاكبر تخفيض اكبر هو اللي اعطى زخم كبير لاسواق النفط في هذا الاسبوع والاسبوع الماضي، وراينا يعني ان برنت يعني طبعا يفوق عن 80 دولار مجددا، و دبليو تي اي على 78. ولكن مع هذا التاجيل راينا ان بالفعل برنت يشهد انخفاضات ما دون مستويات 80، هو الآن يتداول عند 81، ولكن تظل هذه يعني يوم أمس انخفض بنسبة 1%، فتظل هذه المعطيات تؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط، ولكن بشكل إجمالي مع تخفيضات الإنتاج التي ممكن نشهدها في اجتماعهم وتصريحاتهم، ممكن أن نشهد ارتفاعات أكثر طبعا على أسعار النفط، لأن يعني أوبك بلس يعني تؤيد هذا الشيء أن يكون الارتفاعات يعني سعر النفط يكون يعني في ارتفاعات وأعلى من هذا من الآن. نادية، يعني كما لاحظنا أيضا حتى على مستوى منطقة اليورو والتوقعات بأن يكون هناك بدء لخفض معدلات الفائدة في العام المقبل، والبعض يرجح بأن تكون بمقت 100 نقطة أساس. اليوم نحن ننتظر أيضا بيانات البي أم آي، برأيك اليوم إلى أي مدى هذه البيانات أيضا ستحدد مسار المركزي الأوروبي، هذا بالإضافة للتباطؤ الذي شهدناه في معدلات التضخم أيضا؟ صحيح سالي، معدلات التضخم في اليوروزون تشهد انخفاض، ولكن يعني لا يزال الاقتصاد في أوروبا ضعيف، والبي ام اي تشير إلى انخفاض، يعني توقعاتنا لهذا الشهر تشير إلى ارتفاع، ولكن بشكل إجمالي هي ما دون نسبة 50، وهي التي تشير إلى نوعا ما قوة في الاقتصاد، فهي متوقع أن تأتي عند 48 في القطاع الخدمي والقطاع التصنيعي، ويعني طبعا القطاع التصنيعي في أوروبا هو الأكثر قطاع يرى ضعف طبعا من تشدد السياسة النقدية، فسنرى يعني هذه المعطيات اليوم ماذا ستشير بالنسبة إلى التشديد وتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل. شكرا نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب.